بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. ربنا يجعل كل أيامنا أعياد. أجمل ما يميز هذا الوطن القارة التنوع والتعدد، فعاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا مميزة طبعا بالتأكيد، ونعتز بها جميعا سعداء أن نحتفي في هذا العيد بتراثنا الذي توارثناه جيلا بعد جيل. في أولى فتراتنا نتناول طقوس الزواج السوداني بكل تفاصيله القريبة والمحببة للوجدان، ويكاد يمارسها الجميع. فألف مبروك لكل العرسان في هذا العيد، وبيتمالوا عيال. ومن قناة الشروق نشارككم الأفراح عبر هذا البرنامج، فمرحبا بكم، ومرحبا أيضا بضيفي العزيز الذي سيناقش معنا اليوم عادات وتقاليد والطقوس السودانية في الزواج، البروفيسور محمد عبد الله الريح، أحد المهتمين بالتراث السوداني. مرحبا وكل سنة وانت طيب. مرحبا مرحبا. عايزين في البداية بروفيسور أنه نتكلم عن المسألة بتاع طقوس الزواج السوداني برؤية تاريخية لها. شوف، برؤية تاريخية، نتكلم عن رؤية تاريخية. في وقت من الأوقات المرأة كان محجوبة عن الرجل، مجتمع رجالي ومجتمع نسائي. حتى في بيوت الأفراح كان النسوان لما يجن بيقبل على الحيطة، وبعدين الفنان بيغني سرور ولا كرومة ولا أي واحد، وتقوم واحدة اللي دي شيخة المجموعة تقوم تقوم بيت مثلا، فما بشوفوها إلا في الرقيص، بشوفوها كده شعرها نازل كيف. عشان كده هم كان بيوصفوا، والناس اللي بيقول لك مثلا الحقيبة دي الغنى بتاعها كله حسي ما حسي، هو ودي دي الكاميرا بتاعتهم، دي الفيديو، ما في كاميرا فيديو يصور، عشان كده بقوم بيصور يتحينوا الفرص. يتحينوا الفرص، لأنه المرأة كانت يعني في محل براو وراي براو. طيب من هنا جاءت الطقوس بتاعت العرزادة، يعني الجرتيق والإيه والإيه والحاجات دي. في حاجة مهمة الناس بيقفلوها كثير. أولا أنت تخيلي أنه ليلة الزفاف دي أو ليلة الدخلة في حياة امرأة ما شافت رجل أصله ولا تكلمت معه ولا تكلم معه، ده يعتبر عيب إذا كان هو تكلم معه أو تكلمت معه، يمكن ما يدو ذاته. فعشان كده لأول مرة هي تفاجأ بالرجل، وهو يفاجأ يمكن يكون شافها، يعني عنده طرق لكن هي ما عندها طرق للشبه أو كده، فتفاجأ مثلا في الليلة دي. إذا كان جاء رجل بكل القوة بتاعته بكل إيه والأشياء دي، ما لم تكسر الحدة دي فبيقوم شنو؟ هي لابسة لبس معين، الرجل عشان يكسر الحدة بتاعته بيقوم يلبسوا لك الحاجات، مثلا الهلال هنا، ويعملوا له البتاع الأحمر الكده ده، والضريرة اللي هي طبعا فيها ريحة وفيها كده وفيها كده، وهو زادوا يعملوا له الكحول في عيونه، فبيغربوا شكله لياهي، يعني بيغربوا شكل الرجل ده للمرأة عشان هي ما تفاجأ بمصيبة كده يعني دهماء دكماء هي ما عارفها. فالجزء الأولاني منه اللي هو جرتقة العريس دي عشان يكسر الحدة بتاعته، عشان يقرب صورته للمرأة ما تفاجأ. عشان كده يقول لك شنو مرات يقول لك إنه المرأة حصلت لها كبسة، يعني عروسة كبست، يعني إذا ما عملتوا كده بيحصل كبسة للعروس. طيب يعني دي دائما بيقول في مسألة جرتك تحديدا، عايزين نعرف الحين نعرف، يمكن في ناس يكونوا ما عارفين كبسة دي يعني شنو أصلا. يعني شنو كبسة؟ الكبسة هي صدمة، يعني العروس تحصل لها صدمة في عرساء، يعني نساء لما في أول ليلة بتاعت الزفاف بتاعهم يدخل عليها الرجل، خاصة إذا كان من النوع الفصدك من النوع اللي، وهي أساسا ما شافت رجل، بتخاف، وفي ذهنها الكلام الكثير اللي بيقولوا لي عن ليلة الدخلة دي والأشياء دي، وبعدين هو ذاته في ذهنه الكلام الكثير اللي بيقولوا له زملاءه وكده، والسلوك المفروض إنه يسلكه أو حاجة زي دي، فدي بيخلق كونفليكت، بيخلق يعني تصادم. تقوم مرة تصدم، الصدمة تظهر عليها في شنو؟ يعني مثلا ضربات قلب تزيد، أدرينالين بتاعها زايد، مثلا حصل لها دروب في ينزل تنزل الضغط بتاع، تعرق، حاجات زي دي، يشيلوها مثلا غمرانة زي كده، يقول لك اتكبست. اتكبست لأنه في جرت الجبال ما عملوا الحاجات الكده كده دي،
ولذلك المرأة بيفرضوا على الرجل انه في الظروف ديك انه يلبس لبس معين, وإلا حيكبس المرأة, المرأة حتتكبس. فأنا أفتكر انه دي العادة دي بالذات جات من تجربة طويلة, ويمكن قد يكون لها أصول, يعني أصول فرعونية مثلا أو أصول في الحضارات القديمة, إنه الرجل عشان يتزوج المرأة لازم يجرتك يبقى شكله ذاته زي شكل مقرب, يعني شوية مقرب لي يعني شكل المرأة عشان هي تقبله. يعني ما يحصل ممكن فعلا, يعني كثير من الناس يعني حتكون بالنسبة لي معلومة جديدة إنه قد نكون بنعمل كلنا في بعض الطقوس ونستمتع جدا بمشاهدتها حتى, لكن ما عارفين أصولها هي شنو وليد عمل المسألة بتاعت إنه الراجل يجرتك وتعمل له ويلبس بعض الإكسسوارات. بما إن إحنا بنقول إكسسوارات, إذا عايزين نعرف شوية إكسسوارات الجرتك اللي هي الخرزة والهلال بالنسبة للرجل, الخرزة الزرقاء والحريرة والمسائل دي, يعني شوي نتكلم عنها ونشوف إنها هي أصلا أصولها من وين. ولدرجة إنه مثلا يعني البيت أحيانا بخدت لها بيجيبوا لها عتلة, عتلة قوية جدا تقيلة جدا بخدتوها عشان البيت تكون راسية وتقيلة يعني بخدتوها لها تحت عشان تكون مثلا دي في نفس الغضة بتاعت الدخلة تكون في عتلة كده مخطوطة. دي إشارة إلى أنه مثلا البيت تكون تقيلة وراسية, ما تكون يعني خفيفة كده ولفيفة وحاجة من النوع ده. وده إسقاط بتاع سلوك معين عند العائلة أو عند المجتمع في الوقت ده عشان الأمور تمشي تمام بين الاثنين وكده. فأنا أفتكر أنه يعني أجرتك بكل تفاصيله دي الاكسسوارات وتفاصيله, بعدين لاحظ الخمرة الريحة بتاعت الخمرة دي, ما هي أصل في المخ في مراكز بتسجل, فكتر التسجيل بتاعين الخمرة دي تعني شيء معين وتعني يعني قبول معين وتعني يعني تعلن عن الدخول في مرحلة معينة. فأصبحت لما الواحد يشم الريحة بتاعت الخمرة دي ترتبط بمثلا يشم الريحة بتاعت الدخان بتاع الدخان مثلا وكده, طوال ارتبطت في أذهاننا وأذهان الأجيال الموجودة بسلوك معين. نعم, احنا يمكن حنفصل في كل هذه الجوانب وخاصة موضوع الاكسسوارات ما علقت عليه بروفيسور. يعني نتجاوز الآن لنشاهد مع بعض احنا ومشاهدينا طبعا بالتأكيد حنشوف محطة هامة جدا وهي حنة العريس, نشوف الطقوس شنو اللي بتكون في حنة العريس ونرجع نعلق على كله معنا مشاهدينا ونتابع. الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, مشكور في الفريق لا بيت ولا بيتين, مشكور في الفريق لا بيت ولا بيتين, القمار لا جرب الخمرة, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, من قوم تجهل من قلبي بيتمنى, من قوم تجهل من بعد العريس حجة وكمان عمرها, الليل الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل يا رسول الله, الليل العديل والزين الليل العديل ويا رسول الله. حنيني يا أم الجريش مهمة, عجبني ليه
يمكن تابعنا مشهد من المشاهد الآن بمثل حنة العريس، يمكن في كثير من الأشياء يعني المشهد اللي شفناه ده يحاكي حنة العريس، لكن في تفاصيل كثيرة إحنا بنشوفها يمكن في الحنة الحقيقية للعريس اللي هو يعني أصحاب العريس بيحننوه مجموعة من الشابات اللي بيكونوا موجودين، في مشاهد أخرى يعني. أيوة صح تمام، هي أنت قلتي يعني أخذت جزء عشان العرض يعني وكده، هي عادة بتكون فيها جوة كبيرة، بيكون فيها ناس كتار داخلين في القصة، حتى كمان يعني أصحاب العريس ذاتهم بيتحننوا. أيوة. فجايز الحنة دي بالنسبة للرجل، يعني أنا هسه اللي اتحننت ومشيت في الشارع ما مقبولة يعني، إلا إذا كان بيفتكروا إنه أنا مشان زوجته. أيوة. وحتى لو زوجت بعد السن دي المفروض انا اتحنن، يعني الحنه دي المفروض تكون للناس اول مره، يعني مش سكند هاند ولا سيرت هاند وكده في الزواج وكده. الحنه انت لاحظي انه يعني النقوش اللي بتتعامل فيها طبعا اختلفت كثير من الزمان القديم ذاك وبتاع، لكن هسه الحنه الرجل لما يحننوا يده مثلا ويعملوا الحاجات دي كده، هو بتبقى يده زي يد المرأة اللي هي برضو محننة يعني. فأنت نفس النقوش اللي هنا شلتها مثلا خديتها للمرأة، وإن كان هسه طبعا في حنانات وبقت عندها يعني تكنولوجيا مختلفة وبقت كده، يعني قديما كانت حتى الحنة متشابهة بين الرجل والمرأة، بين الحنة كان متشابهة بين الرجل والمرأة، يعني يحننوا الرجل ليلة حنة الرجل، بكرة حنة المرأة، الليلة حنة الرجل، عندها طقوس برضو معينة بيجوا الناس بيطبحوه، وعندهم يعني الليلة فلان بيحننوه في بيت أمه كويس، وبعدين العروس مثلا بيحنوا الليلة حنة العروس والجيرتي وكده. المجتمع داك بتاع العروس والجيرتي وكده بيحضروه صحباته بس، ما بيحضروه الرجال مثلا وكده، دي هنا بيحضروها كل الناس. وبعدين بالنسبة للعائلة بتصبح إعلان عن إنه هو ولدهم، يعني زي الانيشيشن كده بالنسبة للدول الأفريقية دي، إنه خلاص ولدهم وصل المرحلة بتاعة الزواج وامتداد الأسرة وكده. فحتى الأغاني ذات اللي بتتقال في القصة دي. مشاهدينا الأعزاء فصل قصير نعود بعده لنتواصل، كونوا معنا. بروف يمكن يعني حنرجع تاني لمسألة الاكسسوارات، مهم جدا نعلق عليها. يمكن قبل ما نستمع الأغنية كنا قلناها يعني بعضها الهلال، وقلت الأسباب إنه يقرب صورة المرأة، لكن الخرزة الزرقاء ودي برضو لها علاقة، زي ما أنت ذكرت إنه في كثير من الطقوس هي لها علاقة بالمسائل الفرعونية، ودي باعتبار إنها تطرد الشياطين الجعران مثلا. نعم. جعران اللي بيعملوا من الكوارس ده بينحتوه طبعا بده شكله الاخضر ديه، وبعدين عندك مثلا يعني الهلال كويس، الهلال ده اصله يعني ما تحيز للهلال ولا المريخ ولا كده، لكن الهلال كرمز في الاسلام اصبح هو رمز للاسلام، اصبح رمز للدوله المسلمه. نعم. حتى لو شفتي في العلم التركي، العلم التركي فيه هلال وعلى خلفية حمراء. العلم ده من وين في تركيا؟ لما حصل حرب بين الأتراك وبين اليونانيين، والأتراك ضربوا اليونانيين، قتلوا يعني اليونانيين ديل في بحرية، ضربوهم ضرب شديد جدا جدا ودماء سالت، في الوقت ده كان في هلال. الهلال ده صورته انعكست في الدماء، دماء الناس، منها قاموا الأتراك عملوا العلم ده. عملوا العلم بتاعهم الهلال، فجأة واحد شافه منعكس في صورة بتاع دماء الناس، وأصبح الخلفية الحمراء دي والهلال اللي هو رمز كده، معناه يعني إن إحنا بالإسلام
ودرمزنة وكده زي ما المسيحيين عندهم الصليب الرمزي بتاعهم. فالهلال ده هنا ك يعني نقول عليه انه أيقونة مثلا, او الهلال مثلا كرمز يتعامل من الذهب ويتعامل بنفس الشكل ده, وبعدين يتلبس هنا للولد في الطهور يلبسوه, للرجل لما يجي يتزوج. عشان كده بقول لك عز الرجل في طهوره في عرسه, وفي الاثنين بيعملوا لهم الحكايه دي. اي بعدين تجي مثلا هنا الحريره, الحريره مثلا الحمراء دي اللي بيربطوها عاده الناس, انا اللي بيستحى حاجات زي دي موجوده في الشارع الناس حيستغربوا جدا جدا. يعني هي مرتبطه بمساله محدده, اي لكن يعني يقبلوها يقبلوها. لو انا جيت قعدت في العنقريب بتاع السباته ده وفيه هنا المفرش بتاعه اللي هو من البرش الجميل الزعف المعمول دي, قعدت فيه وكان عيني محننات ويديني محننات وكده, يقبلوا القصه دي جدا. هل عندك دلاله معينه مساله الحريره؟ ويمكن خلفنا كمان في الرحط, يعني هو الان معانا في الديكور, يعني جزء من الديكور برضو عنده تفاصيله في مساله العرس. اي اهميته الكبيره الرحط طبعا دي هسه اختفى طبعا, ما في حاجه اسمها الرحط, لكن يقول لك قطع الرحط. قطع الرحط ده واحد من الطقوس اللي هي خارج اطار, يعني مثلا الليله مره لابسه رحط في حاله عاديه ما مقبوله, لكن عندها الاونس هنا يقبلوها, هنا يقبلوها في الوضع ده لانها هي دلوقتي منتقله للعش بتاع زوجيه. وده بالذات طقوس ما اعتقد انه لا اي علاقه بالاسلام, لانك لو انت طبقت عليها المعايير الاسلاميه هي خالص بتلقاها منافيه جدا للاسلام. والرحل كان زمان بيعملوه بطريقه بتاعت دي هو يعني خلفك مباشره, خلف مباشرة. لكن بيكون يعني غزير جدا, يعني اي حته فيه بيتغطي الحته الثانيه, يعني ما بيكشف حاجه. فالعريس على اساس انه هو دلوقتي داخل على حاجه جديده وداخل على كده, بيقوم يقطع مثلا من حرمزيه بتاع له سبعه ولا حاجه زي دي ويقطعون, وبعدين يقوم يدعهم كده في البنات البقع فيها نايده معناها حتتزوج وكده, زي حكايه في الكنيسه لما يجوا شايلين البتاع بتاعت الزهور ديك وتقوم العروس ولا العريس يدعهم البوكيه, برضو البوكيه ده يقع في الناس. فانا خيال لي في جزء من العادات اللي هي اترشحت يعني فلتر كده بمرشح. يمكن هسه الان استعاضوا بمساله السبعه اجزاء من الرحط بدعوها في, يمكن الان بقوا يعملوا حلاوه, العروس او العريس بيشيل حلاوه او على حسب الحاله المجهزه يعني ويرميها على الحضور, واللي بتجي عليها هي بتكون من المحظوظات يعني. من المحظوظات هاي طبعا العادات دي ذاتها يعني من وقت لاخر بتتغير, لكن في الاساس في وضعها المقبوله فيه يعني في المجتمع اللي هي مقبوله فيه, ده مجتمع يعني عنده حيز معين زماني ومكاني. يعني مثلا ودرد لما قال الطابقه البوخه الرميه بتاعته دي الطابقه البوخه, قام نديه هتف نام من الدوخه ايده عقباه كويس جدله مملوخه وفي معلقة جوف موسم مجلوخة. دي صورة كاملة لمعايير جمالية, لمعايير جمالية في ذلك الزمن لبيت طلعت من الدخان. أنا دائما بقول للناس يقولون طابق البوخة نام من الدخان, طبعا هيدوخ. ليه؟ لأنه استنشق كمية من ثاني أكسيد الكربون بتحصل للناس اللي بيطفوا بتاع الرجال المطافي, بتحصل لهم بيسموها سموك انهيليشن. يعني هو استنشق كمية من الدخان لدرجة انه داخل بعدين نام من الدوخة, بعدين قام نديه هتف, نديه هتف يعني مع العرق. طيب دشنه معناها السخانة جوا الجسم عشان يتخلص من السخانة بيرطب نفسه, بيقوم بيرطب نفسه. الدم بينقل الماء لبرا, الماء ده لما يتبخر الجسم والبيت الطبقة البوخة دي لو كانت اللتتة كان ماتت
يعني قطعا كان حتموت لانه استنشقت كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون وكذا. فهي زي الساونا. هسه الناس طبعا دخلوا في الساونا وكذا استعاضوا بمسائل اخرى. احنا حنواصل اكيد ومعانا محطه اخرى يعني وقفه اخرى مع التراث السوداني والنماذج اللي اخذناها نشوفها ونرجع مشاهدينا نتواصل. شاهدنا نموذج الآن بيمثل جزء من الجرتك السوداني برضو وفيه القرمصيص مهم جدا في الحالات الزي دي. عايزين نعرف القرمصيص ودلالاته شنو بروف؟ طبعا القرمصيص أصلا اللي بيستا تعبت على القرمصيص دي مشيت بها مثلا في الشارع أو عملت لي جلابية من القرمصيص أي زول هيستغرب وينظر لي نظرة تانية يعني لانه القرمصيص ده اتحصل. لكن اذا انا عريس لبسته ما في ما في ما فيه حاجه لانه هو مربوط بس بال هل عنده دلاله مهمه جدا لانه يعني بلاحظ مهما كان الشيء اللي بتجي للعروس بسيطه على بساطتها لازم يكون هو عنصر اساسي جدا فيها. ايوه لانه حرير يعني عنصر الحرير ده ما دي العناصر النفيسه كلها الحرير والذهب والعطور والاشياء دي كلها دي بتكون يعني جزء من الديكور بتاع الحفله وبتاع الحاجه. انت بتلاحظيها هنا لاحظت العروس قاعده كده ساكته سايله ما في اي تعبير ولا ابتسامه ولا حاجه ده ما مفروض شايفه ما مفروض تبتسم ما مفروض توري انها هي فرحانه بالقصه دي مع ان ايوه تلقاها يعني مبسوطه جدا ما مفروض تعمل اي حاجه من النوع ده لانه ده يدل على لفافتها لو قامت كده. فهي بتكون قاعده كده تجم كده وكل ما تتجمت كل ما كانت يعني مكانتها كويسه وانه بتناس فلان والله راسيه وبتناس فلان والله يعني رزينه وكده. بعدين تلاحظي كمان ما في منافسات يعني هو في الزوج بنت عمه ما في بنات عمه تانيات وفي بنات خواله تانيين وكده فبيقوموا يعني بيكونوا بيلاحظوا ملاحظات دقيقة يعني دقيقة جدا انه العروس دي كانت يعني ملهوفة على العريس ده. ده محرم ما لازم توضح انها هي ملهوفة على العريس ده وما لازم. بعدين يا اخوانا دي انا افتكر دي الشيء اللي انعكس على الثقافة بتاعتنا كلها. ومن الاشياء الغريبة اللي انا لاحظتها في العلاقة كلها من اول الاخيرة يعني المرأة في وقت من الاوقات
يعني يمكن امك ما بعرف امك يمكن حبوبتك ولا حاجه دي ما كانت بتقول اسم راجلها ابو فلان ابو فلانه كده ما بتقول الاسم بتاع راجلها. عيب انها تقول الاسم بتاع راجلها انها تنطق الاسم بتاع راجلها. فعدد كبير جدا من يعني حبوباتنا ومعادنا وكده يا ابو فلان يا ما بعرف شنو يا كده لكن ما كانوا بيقولوا اسم الرجل صراحه. نعم نرجع لطقوس الزواج مره ثانيه بروف. كثير من الناس بيمشوا في بعد العرس يعني بعد ما تتم المراسم بتوجهوا يعني خاصه الناس اللي ثقافتهم هم على ضفاف النيل بيتوجهوا للنيل مباشره تبركا. ايوه بيتوجهوا للنيل تبركا. وطبعا زمان كان النيل ده ما بيهبوا له واحده عروسه عروسه النيل زمان الفيضان وكده عشان يفيض ولا امتنانا بالفيضان كان زمان هم يعني بيمشوا وكده. لكن دي أسا ما معناها كده, معناها انه النيل ده اللي هو مصدر الحياه ده الناس يمشوا والنخل لاحظ جرايد النخل والنيل المويه اللبن برضو هو يبخها باللبن ويطبخه يعني شغلانيه دي. وبعدين النقطه اللي بيعملها من هنا كان من اللبن كان من شنو كان من شنو دي كلها يعني طقوس جات من الـ 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 البيئه ذاتها الموجوده فيها الناس. فالبيئه الناس حاولوا يستفيدوا منها يدخلوها في موروثهم. اذا انا مثلا في زمن من الازمان بمشي بهدي بيت من بناتي او اجمل البنات تهدى للنيل على اساس انه النيل ده كيان بيشعر بانه احنا اديناه احسن ما عندنا ويقوم بعد ذاك يفيض ويقوم بعد ذاك يجيب الخير وده امتنان والشكر وكده يعني للقصه دي. انا ما ممكن امشي مثلا اهدي له زوجتي مثلا لكن اللي تكون زهقان منها مثلا اللي تكون زهقان تبي زويره تزور هناك وكنوع من التبرك يعني. والماء دائما بيتبركوا من مي زمزم يعني اعتبارا من مي زمزم الناس بيتبركوا بالماء ويعتبروه جزء منه. هسه اللبن انا ما اعرف العاده دي هسه مستمره ولا لا مستمره حتى احنا يعني حنشاهدها في في المنظر الواحد من المناظر اللي تسجلت في لبن اساسي فيها يعني في القصه دي. نعم يشرب هو من الكوبايه وهي تشرب من الكوبايه وبخها باللبن يمكن في بعض الناس بيقولوا يعني انت بيتفقوا العريس والعروس قبلها يعني انه لا ما في داعي للحكايه بتاعت بخها ندى اشربها وخلاص طبعا لانه البودر والبتاع الحياه دي لو بخها تبقى كارثه حيشوف الواقع على طول تبقى كارثه كبيره طيب احنا حنشوف بروف مشهد ونرجع ان شاء الله نتواصل مشاهدينا تابعوا معنا. يمكن تابعنا فعلا المشهد بتاع اللبن بخ اللبن زي ما ذكرت بروف تعليقك على المشهد. هو بعد اللبن حقه يعملوا فيه بخاخات بدل يشيلوا في خشمه ويبخها بيه يشيلوا في بخاخه وبعدين عشان تكون الكميه هي هسه طبعا ملت خشمه لبن وبخت الراجل ده اللي هو عريس شخصيه بنلاقي عريس شخصيه
فالعريس الشخصية انتهت يعني من الشخصية في في الشغلة. لكن الحياة الغريبة في الموضوع ودي بالناس وحتى لو كانت تمثيل ولا كانت بتاع لكن دي القصة اللي بتحصل لها. تلقي مثلا هي شوفي جامدة كيف ما تحرك أصله لما ادوها اللبن شالته كده وراحت كأداء واجب يعني كأداء واجب وبتاع وراحت كبله في وشه كده وبتاع رأي العريس الشخصية ده. فاللبن طبعا لأنه الإنسان سوى عايش عليه والطفل من صغير برضع من لبن أمه كده فاللبن برضو من الحاجات البخيتة من الحاجات اللي بتفعلوا بها الناس. يعني انت الليل لو حلمت انك في حتة كده خضراء معناها انه كويس، لو حلمت بانه في لبن في معناها في خير ومعناها في وفرة معناها في حاجة زي دي. فده من الحاجات اللي دخلت. وهو أصل الزواج شنو؟ ما هو offer acceptance قبوله يعني عرض وقبول. مثلا ليك قبلت أن أزوجك مثلا مثلا أنا عناية قبلت أن أزوجك بنتي كده كده تقول لا أنا قبلتها كده خلاص انتهى. يعني في الحتة دي انتهى خلاص الشغلانية. بعد كده الأشياء دي كلها دي اكسسوارات زيادات ساكتة بيجيبوها الناس ويجيبوها كده. يعني من لحظة العقد انت أصبحت زوج وهي أصبحت زوجة ومن هنا ممكن تسوق وتمشي. لكن أصبح هنا في شغل تاني اللي هو هنا حصل الإشهار وحصل كل الأشياء اللي بتأكد أنه مثلا خلاص زواج مكتمل. لكن بروف يمكن مسألة الباقي دي متعلقة بتراثنا وبرضو له علاقة بالتفاؤل. إذا ما عملت العريس والعريس ما عملوا الأشياء دي أو الأسرتين ما عملوا التفاصيل متعلقة بالتراث دي ممكن يكون في مشكلة زي ما أنت ذكرت بتكبسوا أو عندهم اعتقادات يعني راسخة ما ممكن أبدا إنه تتغير. برغم من إنه الآن يمكن شوية يعني المتمسك بجيرتك بيعملوا مع حذف بعض التفاصيل من هنا وهناك يعني. أيوة هو هسه طبعا في حذف يعني لبعض الأشياء وإضافات لبعض الأشياء وكده لأنه حتى الشكل العام وما قبل الزواج ترتيبات ما قبل الزواج يعني أصبحت تسيب بتاخذ شكل تاني. في بنات مثلا يمسكوهم يخلوهم في البيت فترة طويلة عشان يسمنوا يعني هسه بقت تنحف لو هي سمينة تنحف هسه بقت تنحف. لكن كان مفروض زمان 40 يوم يشربوها موصة ويشربوها كده عشان تكون هي يعني لأنه القضية بالكمية هنا ما بالنوعية الكمية كوانتيتي حتى ده قال له يعني نحن اللي بيعرسوها بكده نحن والله في زماننا مرة 30 ريال الحمار ما يشيلها فهي أصبحت عملية بتاعتها. فالعروس زمان بيقعدوها فترة طويلة بعدين الدلكة لاحظي موضوع الدلكة كده هسه بسموه التقشير يعني تلقي حاجات صغيرة كتير مكتوبة في هنا هنا للتقشير ولشنو بعرفوا البشرة والبتاع والحاجة زي دي. واصل الجلد من برا الخلايا دي بتموت فالدلكة بتقوم بتعمل العملية بتاعت التقشير دي وبالروائح والعطور بتاعتها اللي هي بتمتصها الجسم ما فيها حاجة كيماوية ولا فيها حاجة كده من النوع ده فمفيده بالنسبة لترطيب الجسم بالنسبة لأنه الجسم ياخد اللون بتاعه الطبيعي ما في لون تاني غير كده. هو هي طبعا بتجي المرحلة ما بعد استخدام الدخان اللي هو برضو ده شيء أساسي هو المرحلة اللي بيتلي الحتة دي عشان تطلع يمكن كتير من المعلق في البشرة من أثر الدخان. احنا هنواصل أكيد معك بروفيسور إن شاء الله ولسه عندنا كتير من النقاط ما تكلمنا فيها الهامة جدا في موضوع التفاصيل تقاليد وطقوس الزواج السوداني. لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا نعود لنتواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء كل سنة وأنتم طيبين. مرة ثانية نتواصل معاكم في فترتنا اللي بتتكلم عن طقوس الزواج السوداني مع بروفيسور محمد عبد الله الريح أحد المهتمين بالتراث السوداني. بروف إحنا والمشاهدين حننتقل نشوف مادة ونرجع إن شاء الله نعلق على كل معنا مشاهدين. الميرا
يمكن الأغنيات اللي استمعنا لها بروف هي في الغالب بيتغنوا بها في رقيص العروس، ومعروف إنه ده طقس مهم جدا كان في السابق، والآن يعني في بعض الناس متمسكين به مع إضافة كثير من الإضافات الجديدة. هو المتناقضات الموجودة يعني كثيرة. أسي أنت لاحظتي إنه كيف الديكور موجود هنا ده؟ أول حاجة في الحب، ده من الحياة الأساسية، وفي شمع حتى لو في أنوار في شمع برضو. أيوه. وبعدين في البخور، بعدين في الدلوكة. الدلوكة دي الإيقاع بتاعها ده بيزبط كل القصص الموجودة دي. نجي لموضوع بتاع رقيص العروس. رقيص العروس في وقت من الأوقات كان إنه الناس عشان وكان بيحصل في أضيق نطاق، يعني وسط الحيشان كده في البيت في أوضة كده بنات، ويمكن أقرب الأقربين أو العريس ذاته وأهله بسيطين جدا بيحضروا الرقيص بتاع العروس. رقيص العروس بكل المقاييس ليس له علاقة بالدين أصله، ده طقوس يعني زي الزمان ديك الطقوس بتاعت الرومان والطقوس بتاعت يعني اللي يجيبوا المرأة مثلا يوقفوها ولابس اللبس يعني بأي حال من الأحوال ما بكون مقبول في ظروف غير دي. الحاجة الغريبة في الموضوع تلقي بيت كانت تعلمت تعليم كويس جدا جدا، درست الثانوي، درست الجامعة، وربما فوق الجامعة والجامعة فوق الجامعة، وعلى يد معلمين كبار جدا جدا، وعمل الدكتوراه. فكأنما تعليمها ده كله ناقص، محتاج لواحدة تجي تعلمها 10 رقصات ولا حاجة بشكل زي ده، تجي تمسكها في البيت. الدكتورة اللي هي عاملة دكتوراه وتعلمت على يد أشهر البروفيسورات، لا محتاجة لواحدة من النوع ده تجي تعلمها الرقيص وكده، وتكون دي ودي يعني فيلم، ودي يعني برنامج طويل جدا، يجي يعلموها تاني من جديد تتعلم القصة دي. فأنا بفتكر أنه يعني نحن التراث ده ما حننظر له وهو يتهلهل من أطرافه، لأنه هسه التراث بيجي يتهلهل من أطرافه، وأطرافه دي بيجي تيجي عليها مؤثرات تغزوها مؤثرات ضارة، يعني ما مؤثرات كويسة، ومؤثرات بتضيف عبء كبير جدا على العوائل. يعني الرجل دلوقتي إذا كان يتزوج بنته ولا حاجة زي دي، شوف القروش اللي بيصرفها، فطور العريس، فطور تفاصيل استقبال الأول وثاني وثالث، يعني أيوه حاجة من النوع ده. بعدين في ناس يعني الولد من صغير ودوه بالعربية المدرسة، جابوه من العربية المدرسة، اتخرج أبوه ساقه ومشي لقى له شغل، شغله، يزوجه، سكنوا معاه فوق في العمارة، ينادوه يتغدى هو مرته، تعالوا الغدا. شوف يعني كوتشين عملية بتاعت إنه الولد ده يظل في حالة بتاعت رعاية ورعاية ورعاية، وهو رجل كبير. يعني بعدين ده لما يعمل أسرة هل هو حيرعى أطفاله ديل؟ هي كلها المشكلة شنو؟ المشكلة إنه المسافة بيننا نحن وبين أبهاتنا كانت صغيرة، المسافة بين بيننا نحن وبين أولادنا مسافة أصبحت طويلة. ففي الفترة دي في القصة دي المحل المسافة الطويلة دي دخلت أشياء هل التراث من أطرافه؟ إذن بروف إحنا يعني خلال هذه الفترة مفتوحة حاولنا إنه نتعرف على تاريخ تراثنا السوداني وبعض الطقوس اللي إحنا ما كنا عارفين إنه ليه الناس متمسكة بها إلى الآن، وبرضو تناولنا حاجة مهمة جدا، المستحدثات والمستجدات اللي في غالبة بتكون سالبة على تراث السوداني، خلته إنه زي ما أنت ذكرت تعبيرك كان تهلهل من أطرافه. كيف إنه إحنا ممكن نحافظ على تراثنا السوداني، وإحنا وصلنا لختام هذا اللقاء في عجالة، كيف نحافظ على تراثنا السوداني، وكيف نقلل من التفاصيل اللي أنت الآن كنت بتتكلم على تكون عبء على أهل العريس وكمان عبء على أهل العروسة، وهي في الآخر وكمان عبء على المجتمع، لأنه بتخلي التانين ما قادرين يعملوا زي ما في بعض الناس ظروفهم الاقتصادية سمحت ليهم إنهم يقوموا ببعض الأشياء أو إدخال بعض المستجدات على الثقافة السودانية. نرجع لك مرة تانية تدينا تلخيص نهائي كيف نحافظ على تراثنا السوداني. هو من يتخذ القرار دي المشكلة، هل بيتخذ القرار هو المرأة ولا الرجل ولا البيئة اللي هم عايشين فيها؟ وليه ما يكون في بعض المبادرين؟ المفروض إنه
أول حاجة يكون في توعية. دي من الشيء المهم جدا إنه يكون في توعية. ثانيا الناس ذاتهم يجوا لنوع من الاتفاق، زي ما بيتبقوا أسعين البيكا يكون يوم واحد مثلا، أو في البيكا مثلا يقدموا فتة ويقدموا شنو بعرف. الناس يكون في وعي عام هنا يرفض الشيء الحاصل ده، البزخ الكثير الحاصل ده يرفضه رفض تام، والمؤثرات اللي بتجي من برا دي يحاولوا يقللوا منها. اللي انت بتشوف في بعض الاعراس وبتشوف في بعض الحاجات، يعني في فرق بتكون مستجلبة من برا، بتجي فرق من برا مثلا في وقت اللي هو الناس يعني بيعانوا من مشاكل كثيرة جدا. فأنا بفتكر إنه اللي بيتخذ القرار منه إذا كان هي مجموعة من النساء اللي ما عندهم شغلة، يعني ما مشغولات بحاجة إلا بأنه الليلة فلان جاب لها توب، فلان وفلان نايم مشى أبو ظبي جاب شنو، فلان مشى أبو ظبي شنو، ديل هم اللي بيصيغوا وبيقرروا شكل الزواج اللي بيكون كيف شكله. دي مشكلة كبيرة جدا إذا كان الأزواج اللي بيتابعوا زوجاتهم وينصاعوا لهم في القصة دي، يبقى هم ما عندهم رأي في الموضوع ويمشوا. وإذا النوع اللي بيقول لك يعني طوالي إحنا والله إحنا ما عندنا بيلعبوا بها، إحنا ما عندنا بيت يعني بنهملها، إحنا بيتنا لازم يلبسوها كمية من الدهب وكمية من الحاجات وكده، منو اللي بيتخذ القرار؟ المجتمع ذاته أصبح فك القرار بتاعه لجهات غير مسؤولة، يعني غير مسؤولة أخلاقياً، غير مسؤولة اجتماعياً، غير مسؤولة حتى يعني من نواحي تانية يعني اقتصادياً غير مسؤولة، لأنه أنت مفروض تبعزك حتى لو عندك قروش يا أخي، مفروض تبعزك الثروة دي في 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 شيء لا يفيد. بعدين تحصل تقول للناس شنو؟ عايز تضرب مثل للناس تقول لهم شنو؟ عايز تقول لهم مثلا عندك قروش، عارف انك عندك قروش، الناس كلها عارفه انه انت عندك قروش كثير جدا، وممكن تعمل اكثر من كده، ممكن تسوق الناس دي بطياره من هنا تودوهم كاليفورنيا، تعرس لبنتك هناك في كاليفورنيا وتجيب كل فنانين كاليفورنيا يعملوا بتاع ده، لان ما حيكلفك حاجه. لكن هنا اصبح في التزام، زي ما في التزام نحو الوطن بيصبح في التزام نحو تراث الوطن. ونحن زي ما بنشوف انه يعني في شيء بشعور بالدونية، إنه الزفة المصرية مثلا أحسن من الزفة السودانية، أحسن من القصة دي، عشان كده الناس يعملوا زفة مصرية، وده ده شغل بتاع الرقي. أنت زفوكي بشنو زفوني؟ ومش والقصة دي حتى انعكست على طلابنا وطالباتنا اللي بيتخرجوا في حفل التخرج بتاعهم، كل واحد شايل له شريط بدل يكون هو نشيد الجامعة اللي انت تخرجت منها او الكلية اللي انت تخرجت منها او شعارة، لا انت تجيب هنا نانسي بتاع وما بعرف مين. احنا وصلنا برافو لنهاية حلقتنا او لنهاية هذه الفترة المفتوحة، بنشكرك كثير على مشاركتك معنا، لكن في الاخر هي رسالة انه نحافظ كيف كل واحد يكون مسؤول في داخله. اكيد هي ما مجموعة هتعمل الحكاية دي، لكن اذا كان كل شخص عقد عزم كبير في داخله أنه يكون محافظ على التراث السوداني، وبرضه يحارب كثير من الأشياء والعادات اللي هي مستحدثة وتضر بالمجتمع ككل، يكون هناك مسؤولية داخلية في كل فرد. نتمنى إن شاء الله أنه يكون هذا الأمر ويرجع مجتمعنا السوداني حافظ على عاداته السمحة بالتأكيد. كل عام وأنتم بخير. حاولنا من خلال هذه الفترة أن نبحث في تراث السوداني ونتعرف على ما خفي منه، نتمنى أن نستفيد من كل ما قدم، ونتمنى أن نكون دائما قدوة حسنة في كل ما يتعلق بطقوس الزواج وكل ما يتعلق بحياتنا اليومية. حتى نلتقيكم مشاهدينا في فترة أخرى، نترككم في حفظ الله وكل عام وأنتم بخير.